مرحبا جميعا، هذا ببغاء السنغالي. طبعا هلا راح افك هاي الانتاي اللي كنت ورجيتكم اياها. هلا في ذكر جبته نوعيته كثير كويسه، بطل فرنسا هاي السنه. راح افلته ونشوف ردة فعلهم. لا هذا معي الكاش تبع الترونسبور، قفص النقل راح افتحه. فتحته، خلينا نشوف هلا هذا هو. حافظ هاي خلي يطير ثواني. يلا هلا راح اهزه. طبعا هاي الانتاي اللي كنت حكي لكم عنها قبل، اللي مصور عليها فيديو. بتذكر ثواني بس طالع. طبعا هلا طار، هلا عم شوفوا بعض. هاي اول ردة فعل، تذكر فوق على اليسار. لا ال هلا اول مرة عم شوفوا بعض، تذكر فوق على اليسار والانتهي تحت على اليمين. شايفين؟ نصور اول ردة فعل. احيانا بيتقبلوا بعض مباشرة، احيانا بيتقتلوا مباشرة، احيانا بيضلوا محتفظين مسافة. طبعا هاي الانتهاء مثل ما شايفين بوقتها انا حللت لها وعدت تحليل ذكر قرين امراض، الذكر جاي من البطولة، كل شيء وراءه تمام، مع ذلك عدت التحليل. القفص مساحته واسعة كتير، فلذلك يعني ما راح يكون في كتير مشكلة. شايفين هلا الانتهاء عم تصغر، كان بوبو العين وكذا، تطول حالها شوي عم تطلع عليه. الانتاي كان بالقبل بالقفص من قبل، يعني انا دخلت عليها الذكر مو العكس. الذكر بلش كمان يصغر بوبو، طالع شوي صوار. طبعا هلا ما طال، ما بحسن كثير اقرب. هلا اذا اخذت زوم تروح جودة الفيديو، رح احاول اعمل بوز وكل ما يصير في حركة اطلع شغل الفيديو مشان اشكله احسن. طبعا مبدئيا شايف في شوية زلزلة وتصغير وتقلص ببوبو العين للاثنين، ما في كثير يعني. هلا حاليا اشارات، في اشارات استثارة لكن ما في اشارات عنف. هلا الانثى عم تحاول تقرب من الذكر، الذكر مبين حجمه اضخم. هلا الانثى بلشت تخلص العين وتحرك من قارة مثل كان عم تحكي، ما بعرف مبين عليكم، عم بزوم بس عم تروح الدقة. شايفين؟ ذكر بلش يتجاوب كمان، يحرك تمه مثلا، طلعوا تقسيمات صغيرة، بلشت كأنه بدها تغره، تحرك راسها كأنه بدها تغره، ظاهر في سلطة. شايفين شلون عم تحرك هيك كأنه بدها تغره للببغاء للذكر؟ ما شاء الله تبارك الله، استثارة ما شاء الله تبارك الله. هاي انا موجود يعني، انا داخل السلاكة ما شاء الله، ظاهر بالقرة بلش يتجاوب معه، بلش يغره بعد ما شاء الله. شايفين كيف ما شاء الله تبارك الله عم بغره بعد. هذا أول مرة بقرب الذكر لعنده، بس الذكر أكبر من العمر، والأنثى أنا متأكد جاهزة، كان في لها كثير حركات، واللي هي شككتني إنه أنثى فعدت التحليل، لأنه بوقتها أنا شريعة أساس ذكر، ولما عدت التحليل طلعت أنثى. هلا هذا الذكر تغير أوكي، ما شاء الله تبارك الله.
طبعا هلا الاصوات هي جاي الدرر من بعدية على الطرف عم بعرف بس عم تروح الدقة لكن مضطر ازوم مشان ما اخوفهم. الحمد لله توالفوا بشاير خير ان شاء الله توفيق. واحد ياخذ بالاسباب يتاكد ياخذ من مصادر موثوقه. وهذا الذكر هلا دخلته على الانتاي شايفين مبين الفيبي تمها شايفين راح ازوم اكثر شايفين بتمها في انا راح اطلع اشكم على راحتهم لانه اتذكر هلا شوي كويس بس كويس تقبلت الانثى هيك بيرتاح. ونشوف ان شاء الله خير اذا انتجوا هالسنه ما فيكم بالتفاصيل. فهذا هو الفيديو لليوم. إذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لي سبسكرايب حتى يصلكم كل جديد وكل خير لكم. شوفوا شو عم بغرب بعد ما شاء الله. هلا رح اطلع اعطيكم لحالهم. ما شاء الله تبارك الله.